استجابة لدعوة الرئيس التونسي قيس سعيد، أعلنت الغرفة النقابية الوطنية للمساحات التجارية الكبرى والتابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أعلنت تخفيض أسعار السلع والمواد الاستهلاكية الأساسية للتخفيف عن المواطنين. كان سعيد قد طالب خلال لقائه تجار الجملة والتجزئة بالتحلي بروح الوطنية في هذه الوضعية الصعبة التي تعيشها البلاد، ودعا إلى التخفيض في الأسعار. جدير بالذكر أن 40% من التونسيين قد تراجعت قدرتهم على الإنفاق خلال السنوات العشر الأخيرة، وذلك بحسب دراسة أنجزها الاتحاد العام التونسي للشغل.